من جهتها طالبت الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والمنظمة الحقوقية والإنسانية بإدانة الجريمة البشعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين بحق المدنيين العزل في مديرية الدريمي. كما قالت وزارة الخارجية في بيان أن هذه الجريمة تعد خرقا صارخا لكافة المبادئ والقوانين الإنسانية والدولية، وهي امتداد للانتهاكات العديدة التي تنتهجها ميليشيا أو الميليشيا الحوثية بحق المدنيين الأبرياء في كل أرجاء اليمن، وتمثل استمرار الانتهاكات لمقتضيات اتفاق الحديدة. وأشار البيان إلى أن هذه الجريمة البشعة تكشف عن النوايا الحقيقية لميليشيا الحوثيين الإرهابية التي لا تلتزم بأي اتفاقات ولا تحترم أي أعراف إنسانية أو قوانين إنسانية. كما طلبت الحكومة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووضع حد لاستمرار هذه الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحوثي بحق المدنيين في مختلف محافظات البلاد. إذن يبدو أن ضيفنا عبر الهاتف عاد إلينا مجددا، أهلا وسهلا بك عبد الحفيظ، هل تسمعني الآن؟ أهلا وسهلا بك عبد الحفيظ، هل لديك متابعات أو تفاصيل أكثر حول الجريمة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثيين بقصفها المدنيين في الدريهمي؟ آخر الأنباء التي وصلتنا حتى الآن أن أحد الأطفال الذين كانوا جرحى جراء هذا القصف ارتقى شهيدا، ماذا عن جراحات البقية؟ هل هي خطيرة؟ هل لديك معلومات حول ذلك؟ نعم أخي الكريم، حتى هذه اللحظة 9 شهداء في مجزرة الدريهمي التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، وإضافة إلى 8 جرحى جراحهم بالغة بحسب المصادر الطبية القادمة من هناك. هذه المجزرة التي ارتكبت البارحة أمام مرأة ومسمع العالم والمجتمع المحلي والسلطة المحلية وقيادة الجيش وقيادة القوات المشتركة والقيادة السياسية وقوات التحالف العربي، تحدث هذه المجزرة بعد 3 مجازر امتدت من حي مرورا بالخوخة وانتهاء ومرورا ايضا بالتحيتة وانتهاء وربما ليست الاخيرة ايضا في الدريهمي، خاصة وان الميليشيات تحشد مسلحيها في هذه المناطق المكتظة بالسكان والآهلة بالسكان. ترتكب هذه المجازر، الحكومة اصدرت بيانا وصف حتى هذه اللحظة بالبيان السمج، بينما ايضا أبهجيت جوها رئيس الفريق الاممي اصدر تغريدة وبيانا ايضا ما قال بانه يطالب بالتهدئة، وكأن الذي يقوم بالقتل هم المدنيون الأطفال والنساء بحق ميليشيات الحوثي وليس العكس. ما يحدث أخي الكريم مأساة، ميليشيات الحوثي أوجدت 1,000,000 مبرر لأن تتحرك القوات المشتركة والسلطة المحلية والقيادة السياسية والتحالف العربي، إن كان سمت بقية قطرة ماء في وجوه هؤلاء جميعا لينتجبوا من أجل الأطفال. لكن التحرك الذي تتحدث عنه ربما فقط تحرك في البيانات والإدانات من الجانب الحكومي. نعم أخي الكريم، مجرد فقط مناورات سياسية. المواطن العادي يتحدث، قبل 2 عامين كانت القوات المشتركة على بعد 4 إلى 5 كيلومتر من مدينة الحديدة بتحريرها وتوقف على أساس جانب إنساني. اليوم الإنسانية تنتهك، مجازر ترتكب بحق الإنسانية في محافظة الحديدة. ما الذي قدم أبهجيت جوها وما الذي قدمه 3 من رؤساء الفريق البعثة الأممية؟ ما الذي قدمه المبعوث الأممي؟ ما الذي قدمه الاتفاق استقلال؟ ما الذي قدمته السلطة المحلية؟ ما الذي قدمته القيادة السياسية حتى هذه اللحظة؟ هؤلاء يمنيون يقتلون أخي الكريم، أبرياء أطفال نساء يقتلون بشكل يومي في محافظة الحديدة. نسأل المواطن العادي، من الذي يقف خلف هذه الميليشيات؟ من يقف ايضا وراء الصمت امام القياده العسكريه، الالويه التهاميه، الالويه الزرانيق، حراس الجمهوريه؟ هذه القوه من يقف؟ من اوقفها عن تحرير محافظه العبيده؟ حتى هذه اللحظه يسال المدنيون بأسى وحزن يوميا اخي الكريم، تسفك الدماء. إذا تقول بأن توقف المعارك على حدود مدينة الحديدة وعدم تأمين هذه المناطق التي كانت القوات المشتركة قد حررتها عرضت المدنيين في هذه المديريات إلى خطر قصف الحوثيين لها بالمقذوفات. طيب بالنسبة للجريمة الأخيرة، كيف كان وقعها عند مواطني محافظة الحديدة، عند الأهالي؟ كيف عبروا عن ما شاهدوا من جرائم الحوثيين في هذا القصف؟ نعم أخي الكريم، ما
نعم أخي الكريم، ما حدث في محافظة الحديدة، أصبح المواطن العادي مجرد من كل شيء، أصبح يستقبل القذائف والألغام والقناصة والقصف بشكل يومي. حتى هذه اللحظة لم تتحرك أي قوات باتجاه هذه الميليشيات، وتصد على الأقل هذه الهجمات، وتنسق حتى على الأقل مع البعثات الأمنية الميدانية لتجنيب على الأقل الميدانيين من ويلات هذه الحرب التي تقتل المدنيين في محافظة الحديدة والتي تشنها ميليشيات الحوثي، على القيادة السياسية وعلى السلطة المحلية وعلى القيادات العسكرية بكل أطرافها في محافظة في الساحل الغربي أن تكشف من الذي أوقف تحرير محافظة الحديدة. وقد أوجدت ميليشيات الحوثي الآلاف المبررات لأن تستعيد القوات المشتركة وتوقف هذه المهزلة الحوثية التي تنتهك بحق الأبرياء وحق المدنيين في محافظة الحديدة. المواطن العادي أخي الكريم اليوم يتطلع إلى أن تتحرر محافظة الحديدة، عامين من القتل والتدمير والتخريب والنزوح، عام من تدمير المنازل، عام من الجوع والفقر والمرض، الناس يموتون فقرا، من لم يمت بالجوع مات أخي الكريم بالقتل والألغام والقذف. هذه مساءلة تاريخية للقيادة السياسية ولقوات التحالف وللمجتمع الدولي. لماذا؟ نعم، هذه أصوات أهالي مدينة الحديدة الذين يتعرضون فعلا للظلم. وقبل قليل أيضا مشاهدين الأعزاء نظرتم إلى كمية المشاهد التي تفطر القلب جراء قصف الحوثيين للدرهمي وغيرها من الانتهاكات والجرائم التي يرتكبها الحوثيون، وهذه فقط 1% من إجمالي عدد الجرائم التي يرتكبها الحوثيون وتلقوا العلاج في المستشفيات. شكرا جزيلا لك الصحفي عبد الحفيظ الحطامي.